أخبار اليوم. النهارده قبل شم النسيم وفي عيد العمال، أمنياتك إيه في عيد العمال؟ أمتي كل خير، يعني تكون البلد كويسة، بس هذا كل المقصود، يعني أنا اللي أنا عاوزه، يعني أبقى ماشي في أمان بس. في مشاكل عندك في عندنا مثلا مشاكل، يعني الجو تعبان، بس مع يعني ايه مع جو انا مثلا ظروف كده، ظروف يعني تعبان، بفضل مثلا الف برضه عشان اطلع فلوس. امات النفسي ما خلاص، ما انا كبير تاني قبل ولادك. لله نحمد ربنا الحمد لله كويس، حتى لو جابت نطرة اقول لها لا، جابت شمس، جابت يعني حلقه اقول لها لا، بركان اقول لها لا، ده اللي جاب ربنا كويس بس. يا رب نحمد ربنا ونشكر الحمد لله. ربا كده يعني الناس ما هم انا من سهره الشمس بتحرق ايه. انا راجل سباك ماشي، مفيش شغل، هعمل ايه؟ طيب اقول الحمد لله شغال على العربيه تمر هند اهي، وربنا ايه يعني احسن مسرى واحسن منهم كده في بلطجه وكده، صح ولا؟ وكنت في ليبيا وحصل الضرب وكده وبتاع، وجيت من ليبيا وقعدت هنا في مصر، يعني لو بلدي في وظيفه كده ولا حاجه. رجعت امتى من ليبيا؟ رجعت في 2013، بقالي 3 سنين ماشي. ودلوقتي مثلا انا مثلا لو في حاجه ما بسمعها اللي خلينا اسافر تاني وكده ولا ايه؟ صح، ما نفسكش في حاجه؟ طيب نفسي فيه ان ربنا يصلح حال البلد والناس ترتاح، والحاجه غاليه بصراحه، كل حاجه غاليه، اشتغل بيهم من هنا يعني يا دوب مش بلاح بصراحه، يعني من ايجار ومن كله يعني بصراحه. ربنا يديك الصحه ويرزقك، ويبارك فيك. ماشي.